مئات المدنيين من قضاء الصقلاوية ما زالوا مغيبين للسنة الثامنة على التوالي دون أي إيضاح حكومي لذوي المغيبين بشأن ما إذا كانوا أحياء أو أمواتا. ها هو عيد آخر يحل على عائلاتهم المنكوبة من جراء الحرب ومن جراء تغييب أبنائهم وأزواجهم من قبل الميليشيات الموالية لإيران، حينما تم اختطافهم من إحدى نقاط التفتيش قرب الصقلاوية. ورغم مرور نحو عقد من الزمن على تغييبهم، إلا أن عائلات مختطفي الصقلاوية لم تيأس من معرفة مصير أبنائها. احنا اهل الصقلاوية ولدنا انفقدت 750، مو بس واحد واثنين، ها النكبة المناطق كليتها ما ظلت غير الجهيلي هاي، ها ما ظل الزلم هنا، يعني احنا شنو ذنبنا؟ احنا نظل نطالب الى ما نموت، والله ما نعوفهم فردنا الى ما نموت. لا فكرة يعني يومين وثلاثة نتذكرهم بالعيد، هسه هذا عيد الله، عيد الله، يعني شنو ذنبنا؟ احنا ما نشوف ولدنا ولا الجهال يشوفون امهاتهم، شنو ذنبنا؟ وين نروح؟ وين ننط وجوهنا؟ يعني عيب عليهم الحكومة السياسية، عيب عليها الحكومة السياسية، ليش ما تدرون بردنا؟ أخوي العزيز اليوم 8 سنين حنبدأ بالتاسعة، ليش ما يدرون الزلم وين راحت وين جات؟ مو كل شيء هو عندهم موجود، ليش؟ الله أكبر، هذا الرئيس محمد الشيعة السوداني، ليش مخير ونطلب من الله من عنده بتالي رمضان يفرحنا، يفرح الأمهات، يفرح الأطفال، يفرح العجوز، الله أكبر عليهم، الله أكبر على حساب السياسية وقت الانتخابات. تعال يعني شو تريدين أنا وياك؟ ومن انتخبه وصعده ومشى والله ما حصد علينا وقال ايش فيكم ما فيكم؟ والله العظيم ابرياء، بلا واحد مشى ويا واحد نهائيا. الداعش يطلع والبريء يزنهم عليه، الله اكبر عليهم. يقاومون شظف العيش، هكذا هو حال عائلات مغيبي الصقلاويه. الاطباء ما نقدر نروح عليهم، والله يا ابو عصيده تروح نجيب دواء ونجي، الاطباء ما حد يقدر عليها، صار عندنا السكر والضغط وكل الامراض صارت بينا من وراء غيابهم، وما حد ملتفت لنا، على راتب الرعايه عايش، وهذا اطفال والله دايحه، والله يا ابو ما عاد شوفوا حتى ملابس ما عندهم. تؤكد تقارير حقوقيه دوليه ان المحاولات الحثيثه لاهالي واقارب مختطفي الصقلاويه لمعرفه مصير ابنائهم لم تسفر عن شيء. كما أن وعود مسؤولي محافظة الأنبار بالكشف عن مصير مختطفي الصقلاوية تذهب أدراج الرياح مع نهاية كل انتخابات. وفي مقابل ذلك لا يزال أهالي المختطفين متمسكين بأمل عودة أبنائهم إلى منازلهم ومشاركتهم فرحة العيد.